أعزائي متابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا فيكم في حلقة نستعرض بها كاميرا العين السحرية التي تركب على الأبواب. هذا هو الجزء الخارجي الذي يركب خارج البيت ويحتوي على عدسة ويحتوي أيضا على ضاغطة أو كبسة للجرس. هذه هي القاعدة التي تثبت عليها الشاشة، هذه هي الشاشة، وهذا هو الكيبل الذي يوصل بين العدسة الخارجية والشاشة الداخلية. هذا هو مكان التثبيت، نضغط عليه جيدا ثم نغلق الغطاء جيدا. نفتح الغطاء الأمامي، الكفر الأمامي، لإدخال البطاريات وهي 4 بطاريات صغيرة. هذه هي الذاكرة التي توضع في الكاميرا لحفظ الصور أو الفيديو، هذا هو مكانها. يتم إدخالها بهذا الشكل إلى الأعلى ثم الضغط عليها قليلا فتستقر في مكانها. هذه الكاميرا أو الشاشة لا تقبل البطاريات القديمة أو النوعيات الضعيفة أو الرديئة، بل تقبل نوعيات جيدة. نضع البطاريات في مكانها، الموجب على الموجب والسالب.